سلام واضح، معكم روعة من قناة روعة بيوتي. انا بديت ان فيت في يوتيوب لو 1 جانفي 2015 ما فين بديت. وصراحه كيفاش جاتني ليده هو انه شحال هذه كنت كنتفرج في هكذا يوتيوبرز امريكان فرونسيز اللي كانوا كيعجبوني بزاف، بحال شي واحد كيجي كيقول لك اجي نتفاك واحد شويه هادشي اللي كديري راه مزيان. دونك فريمون عطاني د لينيرجي بوزيتيف، عطاني شويه ديال السوفل باش انه نزيد نتشجع اكثر. ما احسن فرحه ملي كنتش عليك هي في 2019 الوقت اللي توصلت بواحد الميل ما كنت متوقع نهائيا انه غادي نكون لا غنتاهل لنصف النهائيات ولا انه غادي نكون من بعد ما بين العشرة الفيناليست، على خاطر كنا اكثر من 100 واحد، لانه ما كنتش انا كنعرف ندير المونتاج، ما عندي حتى شي علاقه بالانفورماتيك، ما عندي حتى شي علاقه لا ب كيفاش نقاد لا لوميير ولا كيفاش غادي ندير المونتاج. فريمون في هاد الناحيه هادي كانت عندي صعوبه، حتى الماتيريال ما كنتش كنقد فين نلقاه، مثلا تريبي فين غادي نلقاه، لا لوميير فين. كلمه انفلونسرز كتجيني ثقيله بزاف، ما عرفتش ما نقدرش نقول لك صراحه. هذا السؤال بحال ما خصنيش نطرح ليا انا، يمكن خصني تطرح لكم النقطه ديالي وما يقولوا لك واش انا كنانفلونسي عليهم ولا لا. ما انا ما نقدرش نقول لك انا راه كنانفلونسي على الناس، كنقول لهم ديروا هكا، مي الحمد لله الا غير رسمت واحد الضحكه على وجه واحد المتتبعه عندي فهذه راه فرحه كبيره بالنسبه ليا، راني ممكن انفلونسي شي حاجه زوينه يعني غير ضحكتها. نحاول نطور دائما اكثر من المحتوى ديالي ونقلب على افكار جديده وعلى مونتاج زوين اللي غيخلي الواحد انه ملي كيتفرج فيه هو كيستمتع. كنشكركم بزاف بزاف على لو سوتيان ديالكم، كنبغيكم بزاف.